بس ما حسيت جادي عمي من يدي. أني أساسي قرة العين، عمري حول 85 يعني بهالحلوة. تجوزت بالثلاثين، يمكن بالثلاثين، أقرب من الثلاثين، ورحت على سد الفرات فوق على الفراح، وظليت 48 سنة سد الفرات شغل عامل أشتغل. وبعثوني على دير الدور، وبالدير الدور رجعت وجيت وسويت، حتى عيالي ما أم الولاد توفت انتصت عمرها، وولادي الحزيني انهزموا مني يوم صار الحوادث، راحوا على الحسكة، وأنا قلت والله ما أموت. إيش يصير على هالعالم تصير علي، يعني إذا أعتبر حالي عسكري. وظليت ما طلعت، اسألي يمكن تولفولك داد، ما طلعت من هنا لي من هنا، كلها هجت وانهزمت، قالاني ما رحت. هذا ظلم من هالناس، من هالدول علينا، ظلم على دولة سورية يسوونها ظلم. لو ما ظلم ايش يطلبونا وش نطلبهم؟ بس يعني القوة لها حصة، القوة لها حصة. هذا دو قال الله لا يوفقه كرام المحمد، هو اللي قاعد يعمل يلعب بدوره هالكلب من الكلب. حتى أنا عد قرايبنا في تل محمد، جيش الحر بيهم، ليق الهوى جيش الحر بيهم، حرب تجمو جيش الحر بيهم، زيدية بيهم، يعني مشكلة بكل مكان منتشرين ولاد الكلب. أعوذ بالله أموت وما أترك الهوى، أتركه واحد يترك ناموته، هذه ناموتي، هذا ناموسي وناموس الشعب وناموس الكرباد وناموس الأسلام كلها. نموت وين؟ ونصير جوا القاع أشرف لنا، أشرف ما هم يجون يتصرفون ما زوتنا وأراضينا وزراعتنا وشيتنا، هم يتصرفون بها. لا نموت عتل لنا، صح ولا لا؟ ما نتركها، وأنا ما تركت التاريخ هذا وما أتركها. أموت ويسحلوني على هالتل هذا. 400 سنة حكومتنا تركية، وجتنا فرنسا، وأنا أؤكد عليها سنتين، وطلعوهم سنتين فرنسا حكومتنا. والله نجي نقعد نقول بلشي ما يأثر على الأتراب، هذه غرفنا تراب يعني ما ملوك هني. أنت غبا هنا مقرب الغرفة لمن؟ أنت غبا هنا إيش نسوي؟ إيش نريد نسوي؟ نروح نحاربهم بدينا؟ ما نقدر نحاربهم بدينا. انتوا رأيتكم على عيني وراسي.